مرحبا، اسمي ماجد، بشتغل ممرض بمركز علاج المصابين بسبب الأسلحة اللي بديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطرابلس. رح خبركم أكثر عن هذا المركز اللي بيعالج الناس اللي انصابوا أو انجرحوا بسبب الأسلحة النارية أو المتفجرات. هذا المركز حائز على موافقة السلطات اللبنانية وبينقسم لقسمين. القسم الأول بيتضمن الجراحة وعنابر العمليات، والقسم الثاني حيث بنوفر الأطراف الاصطناعية والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية حيادية وغير متحيزة، لذلك الخدمات اللي بنوفرها بالمركز بتتقدم لكل الأشخاص المصابين بسبب الأسلحة بمعزل عن جنسيتهم أو انتمائهم الديني أو السياسي. الخدمات بتتقدم بشكل موافق للمعايير الدولية العالية اللي بتعتمدها اللجنة، وبتتقدم بصورة مجانية. هون بتجري العمليات الطارئة للناس اللي عندهم جروح جديدة ناتجة عن إصابة سلاح، كما أن بنجري عمليات ترميمية للأشخاص اللي عندهم جروح قديمة عوجت سابقاً بس نتج عنها مضاعفات. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتملك 40 سنة خبرة بمجال جراحة الإصابات الناجمة عن الأسلحة، جمعتهم خلال أعمالها المكثفة بكل أرجاء العالم. العمليات اللي عم تجري عم يقوم فيها دكاترة من كل الجنسيات بواسطة معدات عالية الجودة. بيدرب المركز أيضاً العاملين بمجال الرعاية الصحية اللبنانيين لتقوية مهاراتهم في مجال إدارة جرح السلاح. من ضمن الخدمات اللي بنقدمها هي العلاج الفيزيائي اللاحق للعملية الجراحية، بالإضافة للدعم النفسي وتأمين الأطراف الاصطناعية. هيدي الخدمات مصممة لتساعد الناس يعالجوا إصاباتهم ويرجعوا يبنوا حياتهم. إذا كنت بتعرف حدا أو حضرتك بتعاني من جراح ناجمة عن إصابة أسلحة نارية أو متفجرة، فيكن تتواصلوا معنا على الخط الساخن 06-429-9595.